نتواجد في منزل التراثي عماد حميد السماوي، حيث يوجد في المنزل العديد من القطع التراثية كالسجاد والجرائد والعمل النقدية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، حيث شارك في العديد من المعارض الدولية. للمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. بداياتي كجمع قطع تراثية بدأت باقتناء القطع التراثية في عام 2001 واستمريت بيها لأكثر من 24 سنة. شلون قدرت تحصل على هاي القطع التراثية من سجاد، عمل نقدية، جرايد؟ طبعا البحث عن المقتنيات التراثية بصورة عامة هو يمكن عمل متعب جدا، لكن بتواصل يعني مرات اقتني خلال سنة قطعة واحدة، او مرات يمكن شهر، او يمكن تستغرق العملية اسبوعين او اكثر، بس لكن انا الحمد لله من خلال علاقاتي ومن خلال تواجدي مع رابطة التراثيين العراقيين، رابطة المتاحف الغير حكومية، سهل علي المهمة في البحث عن المقتنيات، وعندي تواصل مع كثير من المحافظات. أينما توجد المقتنيات اللي أريدها خصوصا اللي تكون نادرة ما عندي صعوبة أسافر لها واقتنيها. أقدم قطعة عندك من السجاد، العملة النقدية، الجرايد؟ طبعا المقتنيات اللي عندي إزارات عمرها 200 سنة، عندي عملات نقدية تعود للفترة العثمانية عمرها 200 سنة، كثير من العملات، عندي جرائد الملكية، كافة الجرائد الملكية، وكثير من المقتنيات اللي عاشها أجدادنا وسلافنا الذين سبقونا. واجهت صعوبات في جمع هذه المقتنيات؟ طبعا واجهت صعوبات في جمع هذه المقتنيات لغلاء أسعارها، يعني بعض المقتنيات توجد إلى ملايين الدنانير، لكن الإصرار وحب الوطن الدافع الأكبر سهل علينا الكثير، وحقيقة بلد كل مثل العراق يستحق منا الكثير التضحية. أكو إقبال يعني مثل هسه ذني السجاد، هم تبيع من عدهن أو تقتنيهن فقط؟ هذا طبعا هذا كلام حصري لقناة زاكروس. كل المقتنيات المنقرضة عهد بيني ما بين الله، هذه ليس عليها لا بيع ولا شراء نهائيا، هذه للوطن، إن كان عماد موجود أو بعد عماد فهذه تبقى إرث للوطن. لأن القطع التراثية إرثتهن عن آبائك لو أنت جمعتهن وتقتنيت؟ كل القطع من أصغر قطعة إلى أكبر قطعة عندي، كل القطع هذه مجهودي الفردي، ولم يساهم أحد بالتبرع أو المساهمة في شراء أي قطعة، كلها جمعتها مجهود الفردي. مشاركاتك بالمعارض الدولية شاركت بمن؟ مشاركاتي شاركت بأغلب المهرجانات على مستوى بغداد وباقي المحافظات، على مستوى مهرجانات لقاء الأشقاء، مهرجان السفراء في المنصور، شاركت في المتحف البغدادي، عضو في الاستدارة البغدادية، عضو في الأفندي والخاتون، أغلب المهرجانات اللي فيها مشاركة، وأنا أفتخر أن أشارك باسم العراق واسم محافظتي المثنى.